الله تونا منزلين الطعام. اينا قسم بالله يا جماعة مو مصدق ان اول ما نزلنا جبت على طول ضرب ما شاء الله. ايزي باي. اليوم بتعرفون كم سعرها وكم بتسوى في الحراج. 780. صباح الخير صباح الخير. بدأت رحلتنا الحين بنضبط اول سنارة واول طعم. تونا يا جماعة صايدين الجد وصايدين الطعم اللي بنستعملها حق صيد الكرعد. بنركب اول طعم اللي هو الجد البراكودا. الساعة 6 الصباح لتاريخ اليوم 21 فبراير. بسم الله بسم الله بسم الله. طلع بنوريكم بنوريكم الطعم. تبي يدك يدك يدك. ايوه 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 ايوه. ما شاء الله. هذا يا جماعة هو الطعم مش السمكة اللي صدناها. هذا صدناها اول شيء عشان نصيد فيه. حجمه شوف. ما شاء الله. الحين بنشك السمكة بطريقة بحيث انها تظل تسبح لين ما تجي سمكة الكرعد اللي اكبر منها وتاكلها. هذه سنارتنا اللي بنستعملها الماكينة اكوما والعصا تورنادو. يا ربي يا حبيبي. كرعد طول الطراد من كبره نسحبها كذا لين للمرسى. والله يا جماعة اليوم الجو بارد بس الحمد لله انه ما في هواء. طلعنا من الفجر صدنا الطعوم الحية اللي شفتوها. صدنا ربيب صدنا خضرة وصدنا باراكودا اللي هو الجد. نزلنا في السنارة الاولى هنا خضرة ونزلنا في الثانية الباراكودا. يلا بسم الله 3-2-1 جو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا بإذن الله بيجيب الوحش بإذن الله. يا رب يا رب يجيب الوحش. خلاص شوفوا يا جماعة قاعد يسبح هناك أموره طيبة. ونركب السنارة هنا في القاعدة. أوه صادت صادت ما شاء الله. توه نازلة. جدد يا ما شاء الله ما شاء الله. والله يا جماعة ما شاء الله تونا منزلين الطعام. هنا اسمع ما شاء الله. قسم بالله أحس بالجد هذا اللي قاعد يسحب بعد لا اسمك صادت. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. ها صادت ولا ما صادت؟ صادت ولا ما صادت؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رشيد قوية. ارجع 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 ارجع. قسم بالله يا جماعة مو مصدق ان اول ما نزلنا الجد على طول ضرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لازم نسايس السمكه لان السمكه شوي كبيره فما نعطيك قوتنا ضد السمكه لا نمشي معاها. ما شاء الله حبيبي البركوده. صباحو صباحو حبيبي البركوده. صباحو صباحو حبيبي الجد. اي نعم. بسم الله اول خير اول خير. خير يا صباح الخير خير يا صباح الخير. اي نعم اي نعم. الرقصه 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 هذه رقصه الكرعد معروفه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وينه 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 وين بعيده شكلها السمكه. انت مخلوط شنو؟ انا اقول كرعد باذن الله ان شاء الله. يلا 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 يجي 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 على الراحه. ترى مهمه صيد الكرعد والله تاخذ وقت تطلب صبر ووقت وممكن انه تفلت في اي لحظه. لو طلعت ضلع يا رشود بعطيك لان انت اكثر واحد تستاهل. طلع طبيبه يا رجال قول سحب نسق. هذه تتحرش بالقرش. يلا 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 شكلها عايشه مع قروش ذي سحبتها زي القرش. شوفها شوفها شوفها. زاد التوتر. طلعت فوق على الهادي رشود على الهادي. يا جماعه نص ساعه واحنا قاعدين معاها. يا ستار يا الله انك تجيبها. اهو بينت بينت فحت 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 فحت. يلا يا محمود يلا يا محمود يلا يا محمود. اهو تروح وتجي على راحتها لا حد يضايقها. قسم بالله طولت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي نعم اي نعم اي نعم حسن اي نعم. جيبها 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 فوق 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 فوق. ما شاء الله ايزي باي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايزي باي. شوف الوحش هذا قهوه. ايش ذا الوحش؟ ايش فيك خايف؟ ما طلع هذه اول ناوش ما طلع تعور قلبي. ما شاء الله يا جماعه ايش ذي وحش شوفوا شوف الوحش. يا جماعة شباب مو مصدقين ان هذه اسرع كنعدة صدناها. واو والله تعبتنا ذي كم صرنا نص ساعة كنا نحاول نسحب فيها. شكينا انها سكن شكينا انها قرش شكينا كل شيء الا الكنعدة. خلاص بسرعة الميزان نعرف كم وزنها بسرعة 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 بسرعة. ما شاء الله طبعا خطر جدا ان انت تقرب جنب فمها هذه تقص اي شيء. شوف شوف والله وحش
ان شاء الله ان هذه ممتازه في التحدي حق اليوم. هذه اللي صدناها تعتبر انثى كنعد، تجي اعرض شويه من الذكر، الذكر يجي انحف واطول. ودي ارفعها واصورها لكم بس انه خطر جدا نقرب منها طول ما هي حيه. بسم الله. شوف الميزان، وقت الميزان يا جماعه، وقت الميزان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. 15. ارفع باقي. كم؟ ها؟ ما ادري. شوف يا جماعه، اول كنعد صدناها الحمد لله فيها 15 كيلو ونص. ليتس جو. لا حطها بالثلاجه الحين مع الثلج عشان اوب. اوكي خلاص. اللي بعده يا عبده. وصلت الثانيه، وصلت الثانيه. شدت يا جماعه، شدت. بسم الله بسم الله بسم الله. اتوقع ان هذه كنعد، اول ما نزلنا الجد ضرب مره ثانيه. لا يا جماعه، كنا نفكرها كنعد اطلع الظل عضاربة على الجد. شوفوا ما شاء الله ايش كبرها. ليتس جو ليتس جو. خلاص خلاص. تلها تله الحين. تعال والله رجعت. اوكي ابو حسن ليتس جو. ما شاء الله. اوكي 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 اوكي. السمكه ذي مش من الاسماك المفضله ولا اللي كنا نستهدفها، ولكنها جات رزقه. طبعا على طول نستغل ان المكان اللي احنا كنا فيه ونبدا ننزل الطعم مره ثانيه. يمين ويسار، نطلعهم من المحيه هنا ونختار الطعم المناسب. هذا هو على الاغلب الطعم اللي بنستعمله. ما شاء الله، هذا كله طعم. ها ما شاء الله، هذه حالاتها بالفرن ذي ناكلها مو نستعملها طعم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قويه 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 قويه. شكها 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 هنا يا جماعه. شفتوا السمكه كبرها في يد راشد؟ ترى هذه طعم وليست السمكه اللي صدناها. يلا واحد يجي يمسك لي يا شباب. انا امسك لك. خلاص سكينا الطعم. يلا بسم الله. حبي له وديله. بسم الله يا رب يا كريم. طبعا نستعمل دائما الاسماك اللي تكون قويه عشان تظل تسبح لفتره طويله. صيد بالطعم الحي متعب بشكل مو طبيعي، لكن يتطلب صبر وتحمل وطوله بال. ما شاء الله 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 ما شاء الله. قويه يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. هذه الخضره. من يقول هذا الجد؟ من يقول من يقول الخضره؟ اجل كم اجل كم. ما شاء الله الله يجيبها الله يجيبها الله يجيبها الله يجيبها الله يجيبها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا جماعه ما شاء الله بينت بينت بينت. كان عنده بليه، كان عنده بليه. منتب اقرب 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 على المنتب اقرب. ما شاء الله 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 موجوده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يمشي ما يمشي ما يمشي ما يمشي ما يمشي ما يمشي. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. ما شاء الله تبارك الله والله وحش. ثاني سمكه في تحدينا اليوم، هذه بنوديها السوق ضروري. بسم الله يا كريم. كم الوزن كم الوزن؟ انا اقول 11 انا اقول 11 انا اقول 11 انا اقول 11 عنده عنده 12. لا 11 لا لا 11. اشوف تاس الاولى فيها 15 ونص، الثانيه فيها 12 كيلو. الحمد لله. يلا سفري سفري سفري. وديها الثلاجه، لا تخترب لا تخترب. لازم تروح السوق، هذه لازم تروح السوق. بسم الله. اوب اوب اوب. اوكي تنظيف تنظيف تنظيف. بعد كل عمليه صيد لازم نحافظ على طراجك شاكه نظيف وجميل وانيق. نعم الحمد لله على السلامة يا جماعة. رجعنا اهو، هذا صيدنا لليوم. ما شاء الله ما شاء الله. المهمة الأولى في الفيديو هذا انتهت، المهمة الثانية تبدأ الحين. خلاص حملناها بالعربانة، الحين بندفعها للسيارة ونركبها بالثلاجات. صباح الخير صباح الخير من سوق السمك يا جماعة. زي ما وعدناكم في التحدي هذا، الساعة 5:30 الفجر الحين، صلينا الفجر وجينا نعرض السمك اللي صدناه للبيع. ليتس جو خلينا نشوف ثلاجاتنا ايش صار عليها وهل الناس جاوا ولا ما جاوا لسه. ليتس جو. هذا يا جماعه الحراج لسه توها بدت الثلاجات، الناس اللي صادوا امس توهم يجيبون ثلاجاتهم عشان يعرضونها. ما شاء الله هذا الصيادين توهم بدوا يجيبون الثلاجات يا جماعه.
توه بدا يوصل الصيد. والله يستر، وين اللي كان عاد حقنا؟ وين اللي كان عاد حقنا؟ اتوقع هنا الثلاجات حقتنا، اتوقع ان هذه ثلاجتنا يا جماعه. فدعواتكم ان السمك حقنا ينباع باغلى سعر باذن الله. شوفوا مين وصل وجاي يشارك معانا في بيعه السمك. صباح الخير. صباح النور. توني صاح من النوم. بخلود قال ان ان شاء الله بيبيع السمك اللي صادوه اليوم باغلى السعر باذن الله. باذن الله متفائلين بسعر كويس، واذا كان السعر نفس اللي ببالي باخذ منه جزء. ولا ان عجبتكم فكره ان احنا نبيع في الحراج، وعلى طول الحمد لله قررنا احنا نسويه بهذا الفيديو. صباح الخير على مصر والسعوديه ان شاء الله. صباح وعسل مروق محمد اليوم. هذه ثلاجتنا حقت الكنعد. حلو. شوف هذا صيدنا اللي تبكت موجود فيه. شوف 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 صدنا ثنتين وحوش. وحوش اللي صدناها تقريبا 30 كيلو. تقريبا مجموعهم الثنتين تقريبا فيهم 25 كيلو. الشيء الزين انه قاعد اطالع السمك الثاني اللي في السوق، ما اتوقع انه بنفس الحجم اللي صدناهم، حقتنا كبار. للاسف يا جماعه اني انا ما قدرت اطلع مع الشباب الصيد. ما شاء الله طلعوا، طلعت الصيد 12 ساعه عشان يطلعون بهذا الكنعدتين. شوفوا يا جماعه احجام، واحين بتشوفونها لما نفردها في السوق. وصل وصل وصل. بدا الحراج يا جماعه، بدوا من ثلاجات الناس هنا وبدوا يزايدون. واحد يحرج وواحد يسجل اخر مزايده. قسم بالله البيعه كذا زي السلام عليكم، تطير على طول الثلاجه، تروح حق رايها، تروح حق المحل، تروح حق المطعم. سبحان الله كلنا رزق. مرشيد غاري غاري. زحمه زحمه كتبه العالم. 300 هذا يشوف اطول منك. اجل كم؟ رجعها رجعها. هذه يا جماعه معاناه سحبها وصيدها. ان شاء الله ان شاء الله اليوم بتعرفون كم سعرها وكم بتسوى في الحراج. هذه يا جماعه اول ثلاجه حقتنا اللي كان فيها السمك الصغار والطعوم. الثانيه هنا ثلاجه الكنعد، بنقول لكم كم تنباع ان شاء الله. وصلنا الحراج يا جماعه، وصلنا وصلنا حراج على سمكنا. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. وصل المزاد الكبير، المزاد الكبير. بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله يا الله ترزقنا بالبيعه الطيبه يا رب. يا جماعه الناس كلها متحمسه تبي تزايد على السمك حقنا. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. 700 ريال، 700 ريال، 740، 760، 780، 800 ريال 20، 840، 860، 880، 880، 900 ريال، هاي 920، 920، 920، 940، 960، 960، 960، 960، 960. الحمد لله يا جماعه. تخيلوا بعنا السمكتين، الاولى الكبيره ب 960 والثانيه ب 660، يعني المجموع 1620 ريال. هذا من سمكتين الكنعد بس. السمك الثاني ما ادري والله بكم انباع ولا وين الثلاجه. ضعنا مع زحمه الناس والحوسه، كان كل تركيزنا بس مع الكنعد. يوسف ليتس جو. والله ما شاء الله، انا توقعت صراحه الوحده 500 لكن ما شاء الله طلع الوحده 960 والثانيه 660، يعني 4 كيلو. شوف كم يفرق. للامانه بقول لكم سر، كنت متوقع ان المحرج بيعطي السمكه الثانيه فرصه انها قيمتها احس اكثر من 660، بس خلاص عليه بالعافيه. الله يبارك المشتري وعليه بالعافيه. يا جماعه وصلنا لنهايه تجربه الحراج، اتمنى انكم استفدتوا ان البحر فيه خير ورزق، اللي الناس اللي تحب الصيد تقدر تصيد السمك وتجي تبيعها هنا وتستفيد. اهل البلد هذه رساله لكم، تشجعكم عليكم تمارسون هوايه الصيد اكثر واكثر. صح. يعطيكم العافيه على المشاهده، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. احسك من كثر ما صرت تحب الحراج بشوفك يوم تتحرك. 460 560 الف لايك ونسوي فيديو مره ثانيه. اذا انت تبغى تشتري سمك وبسعر رخيص، وجهتك الاولى هي الحراج. تعال السوق بدري بتلاقي سمك فريش وبسعر مناسب. هذه طبعا محلات السمك اللي هم يشترون اساسا من الحراج ويجون يعرضونه حق الناس بعد ما ينتهي فتره الحراج. فالسمك هنا ممكن راح يكون سعره اغلى بكثير من الحراج، فانت فرصتك ان انت تروح بدري تشتري بسعر مناسب، ليش لا؟ 100,000 لايك ان شاء الله وبننزل لكم سمك اكثر واكثر ونعبي الحراج هذا كله سمك. صراحه عن نفسي انا ابيع الشيء كله. المرة اللي فاتت زي ما شفتوا ان احنا جينا نشتري القباقب، لكن هالمرة بخلود ما قصر. هالمرة طلعنا بفلوس يا جماعة، طلعنا بفلوس. والله صرنا ايه الحمد لله صرنا اغنياء. بخلود قسم على اثنين، يعني كم الواحد؟ 800 مشينا دبي. يلا